كلهم مش عايزين شوربه. انا مش عايز شوربه والله. اقول لهم حاجه مساء الخير. دلوقتي في عقيده ايد الاستاذ محمد المقلي مخرج مسلسل البيت الكبير. بس يا عمي يا شريف معانا مين بقى؟ معانا حسن. حسن ابو علي. كده يا حسن يا شريف. باي باي. انا مش شرير يا استاذ عبد الله. كده عمل ايه؟ انا في قمه الطيبه. ده حاجات بسيطه. ده لسه هيحصل انيا اليوم السبت. حسن من اول ما جه طارق عايز ياكل. انا جعان جدا يا جماعه. ده حقيقي. ده حقيقي. انا في منتهى الجوع. انا كنت جاي مش كده. اول ما جيت ده ايه ده بقى؟ انستغرام. انستغرام. مساء الخير انستغرام. سياده العمده. اهلا اهلا حبايبي البيت الكبير. حبايبي اهو الناس طبعا شمال. انت حاله زينا. قومي يا رجال قومي. قومي جد. رجال ما تقومش يا ماما. ايه ده؟ تقوم طبعا لحبايبي. ايوه بصوا شطاره. لا لا هي حياتها. لا 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 مستحيل. هي اصلا شريره دايما تحب تطلعني شريره وانا مش شريره. قالت مش حجوم والله. لا لا انا قوم. احتراما لكل الناس اللي بيحبوني. مساء الخير يا حبايبي يا حلوين. كل سنة طيبين. اللقاء دي نور عيني والله العظيم. يعني اطيب خلق الله. حبيبتي البنت بنتك بتقولك هتروحنا على طارق. هتشوفوا مين؟ مع طارق. هتشوفوا مين دلوقتي؟ يلا يلا طارق محروس. يلا طارق تعالى يا محروس قبل ما تكون تاكل. السلام عليكم. انا هروح اكل ان احنا جايين في عقيقه. استاذ محمد المقلي المخرج. وانا عن نفسي انا كازينه جعانه جدا جايه بارك طبعا بس جايه. بس هو اهم حاجه مشوار جوعان. يعني مش بس همه الفلوس. لا مش بس فرحه. لا فرحه واكله. يعني عايز فلوس ويحاول يكوش على الفلوس ويكوش على الاكل. انا كوشت عليكم قوي. ده المفاجأة الجاية يا جماعة. الفئات الجاية هتتصدقوا. هتشوفوا محروس. مش عايزكم تزعلوا مني يا جماعة والله أنا بحبكم جدا. شرير. هو بيقلب أكل العيش. أستاذ عرابي المخرج المنفذ اللي بيظبط لنا كل ممثلين المسلسل أوردرات. بجد بيتعب معانا قوي. أيوة. حامد. استاذ محمد المقلي ابو حفيد يعني جد جد يوسف. يلا يا احمد يا علاء. يلا يا رز. دلوقتي رايحين ناكل كلنا جعانين. واحمد اطيب حد في البيت الكبير. احنا جعانين قوي يا جماعه. كلنا عاملين جعانين والله. جعانين بقى فضحوكوا على فكره. كل ما اجيب حد يقولوا جعانين. مجوعيننا والله. ومعانا حد بقى ضيفه مش في البيت الكبير بس حبيبتي. يا لقاء حبيبتي يا لولو يا جميله. يلا الاول يا مبروك. يلا 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 لقاء الاول يا لقاء. ما الصور بعدين بقى احنا مش عايزين. طب استنى يا زياد. معلش كان دخلنا بقى على الاكل. حبايبي كلكم جوعناكم. احنا جوعنا قوي. لا يا والله لا خبر بقى. الناس البيت الكبير هما بينتهوا الاكل. لما نشوف طارق كان جعان قوي وزينة بقيت اقول لها زينة ماي شوفوا شريف بيعمل ايه. بيتخانق على الاكل. بصوا هياكل اجانب. بصوا بياكل وهو بيحط في الطبق اصلا. بالراحه يا شريف. بالراحه يا شريف. وده الاستاذ محمود شميس بيخطف الاكل من شريف. جعان. طب مش تسال في مراتك يا شريف ولا في الحاجات دي ما حدش يعرف حاجه. تعالوا كلهم معانا يا جماعه. مش بايدك يا محروس. بصوا ده ايه مش مستني بياكل من الحله على طول. يا خبر يا باشا. نبدا حاجه بسيطه كده.
طارق انت قلت يا جماعه بصوا ريتال اكل يعني نص النص اللي فيه في طبقها. نعم يا ده طبق طارق. ده طبق طارق. طبق انا وفريده. خلاص هو يحط حته اهي ما بيقطعها لنا اهو. بيقولوا لك كفايه يا شيخ. جعان يا جماعه. كفايه قولوا له كفايه. جعان ده انا جاي من المهندسين. اهو. يلا باي باي. يلا باي.